أنا لين، أنا من سوريا. يعني إحنا تعذبنا كتير بصراحة، ومو بس إحنا، كل الشعب السوري. بابا قبل 5 أشهر طلع وتركنا إحنا، اضطرنا كمان إنه نطلع نحن بنفس الطريقة، طلعنا بالبحر. حاولنا كتير إنه نضل صامدين بس ما قدرنا. وقت كنا في البحر كنا خايفين جدا، يعني كنا نشوف كيف اللي بيغرقوا واللي بيرجعوا، بس الحمد لله وصلنا بخير على اليونان. باليونان لقينا كتير ناس مناح، على الشاطئ كان الكل بيستنانا، يعني الصليب الأحمر ومن كل الدول بيساعدونا، قدمونا المساعدة وحمونا، نشكرهم كتير يعني الحمد لله. ويعني وكملنا طريقنا احنا هيك تهريب. يعني انا بحياتي ما تخيلت انه ممكن هيك يصير، يعني نترك بلدنا بهذا الشكل ونطلع. يعني احنا سافرنا هيك تهريب، هو صعب جدا بس نحنا كنا قدرانين نمسك القوة. ما انا مسكت ايدي وايد ماما واختي الصغيرة وطلعنا. بتمنى انه ما يصير باي دولة بالعالم مثل اللي صار فينا احنا. بتمنى انه تخلص الحرب ونرجع لبلدنا. بتمنى ولا دولة بالعالم يصير فيها مثل ما احنا صار فينا. عن جد بطلب من رب العالمين، احنا كل يوم بنصلي وبندعي عشان الله ينصرنا على الظلم والشي اللي صار عنا، هو شيء كبير كتير، وبتمنى انه ما يتكرر بالبشرية مرة تانية. واحنا هلأ بالطريق يعني عم ننتظر لنوصل عند بابا. انا كتير مشتاقة لبابا، صار لي 5 أشهر ما شفته، ومشتاقة لأختي وأخي اللي سبقونا. بتمنى انه نطلع ونشوفهم بخير ونكمل طريقنا انا واختي، واحنا طالعين عشان الحياة، عشان نعيش، عشان ندرس. انا بدي ادرس وبدي اتعلم منيح، وبدي ارجع ابني وطني ان شاء الله وقت اكبر. بدي ارجع ابني انا واخواتي واهلي، وبس هيك. شكرا. It's enough.